السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طارق الطيب. مية حنفية، مية فلتر، مية تكييف، مية شتاء، كله ما ينفعش. لازم تحط في عربيتك المية الأصلية بتاعت العربية. طب حد يقول لي طب أنا بحط مية عادي ما بيحصلش حاجة. تعال أوريك حصل إيه في العربية بسبب مية الحنفية. طبعا احنا حلينا العربية دي على أساس إن هي جوان وش سلندر، تمام؟ طبعا هو بيحط مية حنفية ما فيش مشكلة، وبرضو احنا نبهنا وقلنا له ما تحطش مية حنفية وما سمعش الكلام. طبعا لما بتحط انت مية حنفية هو مش الضرر بيحصل في ساعتها، ده بيحصل على مدى طويل، يعني ايه سم بالبطيء بيقعد ياكل في العربية. لما حولنا الجوان حلينا وش السلندر على اساس ان هو جوان، اكتشفنا بقى الاتي. تعال شوف، شاف البلوكة، البلوكة نفسها اتكلت، البلوكة بتاعت السلندر اتاكلت اهي. شاف التآكل، شاف التآكل، البلوكة نفذت نفسها، شايف؟ يعني خلاص مفيش اكل، بقت المية كلها داخلة في السلندر رقم واحد بتنفخ في الراديتير. كل ده بأثر المية الحنفية. طبعا زي ما قلنا مية الحنفية ما تنفعش، مية التكييف ما تنفعش، مية البطارية ما تنفعش، مية مقطرة ما تنفعش، مية الفلتر برضو ما تنفعش، مية المعدنية ما تنفعش. لازم تحط المية الأصلية بتاعة العربية، الشركة اللي موصية عليها. طب أنا مش عارف أحط مية إيه؟ حط مية لازم يكون مكتوب على الجيركن اللي أنت بتشتريه التركيز والمواصفات بتاعته. طيب أحط مية حمراء ولا مية خضراء؟ أنا مش عارف. شوف هي شبه قاعدة، اغلب العربيات الالماني هتاخد ميه حمراء، تمام، واغلب عربيات الكوري هتاخد ميه خضراء. طب الا ايه بعض العربيات بتختلف القاعده دي، تمام، لكن ما توصلش عربيتك للمرحله دي للمنظر ده. تعال اوريك بقى تكلفه تصليح العربيه دي وايه الخطوات اللي هنعملها بسبب ميه الحنفيه. يلا بينا. طب احنا عملنا ايه دلوقتي بعد ما طلعنا المكنه؟ طلعنا المكنه بره وفضيناها بقى، شلنا الكرنك، شلنا الكارتيره، شلنا الاولسيلات، فضينا خالص كل حاجه. طب احنا فضينا ليه؟ هنعمل ايه؟ هنعمل وديها عند اللحام الالومنيا، هيملى اللحام الالومنيا، كان ده كله هيتملى اللحام الالومنيا، داير ما يدور كده كله هيتملى اللحام الالومنيا. بعد ما يتملى اللحام الالومنيا هيروح المخرطه والوش ده هيتقشط. ادي تكلفة وقت وجهد عشان مية الحنفية، كل ده من اثر مية الحنفية. شوف بقى مكان الترومبة عامل ازاي، شايف مكان ترومبة المية، اثر المية، التآكل ده كله بسبب مية الحنفية. نودي البوكة للحام، يلا بينا. بعد غسيل والنظافة وديناه عند الراجل معلم هاني بتاع اللحام، هينظف الوش ويلحم بقى الحاجات اللي هي بايظة خالص. طبعا ده اللحام هيبقى لحام ألمونيا، لحام خاص ومش أي حد يعرف يلحم اللحام ده، خلي بالكم. لاحظوا التآكل قبل اللحام، طب هو عمل نظافة كده عشان يعرف يلحم، وشو بقى بعد اللحام هيحصل ايه.
طبعا هو عمل عملية تنظيف، نظف أماكن اللحام كلها. طبعا كل ده من أثر مية حنفية، كل التكلفة كل الوقت وكل الجهد ده والصناعية شغالة بسبب مية الحنفية. فأنت عايز بقى تحط مية حنفية وتخش تعاني زي الراجل ده زي العميل ده، حط مية حنفية وخلينا نشتغل كلنا. عايز تحافظ على عربيتك، حط المية الموصية عليها الشركة المصنعة، وياريت تحط مية أصلية ما تحطش مية حنفية، حط مية أصلية مش أي جيركن رخيص ملون لونه أحمر أو أخضر وخلاص. بعد عملية التنظيف يبتدي بقى عملية اللحام الأرجون. طبعا ده لحام ألمونيا أرجون، لحام حساس جدا. طبعا بعد المعلم هاني لحم البلوكة للألمونيا، شايف كل اللحام ده ملأ الفراغات اللي هي متاكلة بسبب المية. بعد كده هيروح المخرطة يتقشط، يتقشط يعني يتمسح على مخرطة خاصة بتشيل العالي بالواطي ويرجع كأنه جديد ان شاء الله تعالى. هنوديه المخرطة وهنوريكم بعد ما الخرط هيبقى عامل ازاي. يلا بينا. كده الموتور وصل من المخرطة وتم مسح الوش، طبعا مسح باحترافيه شديده بشغل نظيف جدا. طبعا شفت انت قبل وشفت بعد، رجعنا كل حاجه لوضعها الطبيعي، وشفت كم صنايعي يشتغل في العربيه، ميكانيكي بتاع لحام وخراط، ولسه هنجيب جوانات ولسه هنجيب سيليكون ولسه في غسيل ولسه في تنظيف. كل المشاكل اللي انت شايفها قدامك دي بسبب ميه الحنفيه. هنقفل المكنه ونحطها ونسلم العميل ان شاء الله تعالى. بعد ما شفتوا اللي حصل بسبب ميه الحنفيه، تفتكر دلوقتي هتحط ميه حنفيه تاني؟ ما اعتقدش. طبعا هي مش ميه حنفيه بس، ميه الحنفيه، ميه التكييف، ميه المعدنيه، ميه المقطره، ميه الشتاء، كل الميه دي ما تنفعش. واي اختراع واي افتكاسه تاني حد يقول لك عليها ما تنفعش. ايه الصح؟ تحط الميه الاصليه الشركه الموصيه عليها لعربيتك. تمام. طب انا عربيتي قديمه، انا مش عارف احط ايه، يعني خدها شبه قاعده كده، يعني مش قاعده اساسيه شبه قاعده. اغلب عربيات الالماني زي الفي دبليو زي الاوبل بتاخد ميه حمراء، تمام. لكن ما تشتريش جيركن لونه احمر، لا، اشتري جيركن مكتوب عليه المواصفات الخاصه بتاعته، واقل تركيز تاخده 33%، مش اي جيركن لونه احمر. واغلب عربيات الكوري بتاخد ميه خضراء، طبعا مش كل بس الاغلب بتاخد ميه خضراء، وطبعا مش اي جيركن لونه اخضر هتشتريه وتحطه في عربيتك. شوف المواصفات المكتوبة عليه ايه وتأكد مظبوط، وتأكد ان الشركة دي شركة كويسة شركة محترمة، واستخدم المية دي. ارجو تكون المعلومة وصلت، وشكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.